في جماهيرية العقيد أو ما تبقى منها تبدو الجماهير مؤيدة لكلام القذافي، أو هكذا يبدو أيضا من صور التلفزيون الليبي لأنصار العقيد في سرت. أنا لا أتكلم معهم، ليس بيني وبينهم كلام إلى يوم القيامة، يتكلم هم الشعب الليبي، صوت الشعب الليبي الحر الليبي. تبدو المفارقة في أن قوات المعارضة مقتنعة هي الأخرى بأن الحل الوحيد لأزمة ليبيا هو في القتال حتى دخول العاصمة والسيطرة على كامل التراب الليبي. لكن المشكلة أن جبهة القتال قرب مدينة البريغا النفطية تشهد جموداً منذ أسابيع. تقول قوات المعارضة إنها تتوقع تقدماً في البريغا خلال بضعة أيام، وفي مدينة زليتن الغربية خلال يومين، بعد أن تقدم مقاتل المعارضة إلى أطراف المدينة. قدمنا من الدفنية باتجاه زليتن، والآن بالقرب من منطقة تسمى سوق الثلاثاء في زليتن، وإن شاء الله عم قريب إن شاء الله ندخل نحرر أهلنا في زليتن، وإن شاء الله إن شاء الله نتمكن من دحر قوات الطاغية، وإن شاء الله نصر إن شاء الله. لكن التحدي الأكبر للقوة الموالية للقذافي هو في شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام، فأي نقص في الوقود والطعام في المدن التي تسيطر عليها كتائب العقيد قد تثير اضطرابات شعبية. تبدو الحرب في ليبيا كفيلم طويل يرغب الكل في انتهائه، لكن مخرجه يأبى ألا ينتهي الفيلم إلا وقد أضاف إليه مشاهد أخرى من القصف والدمار والكري والفر. أحمد صلاح زكي، بي بي سي.